المنافسه اخبارها ايه في حياتك؟ لا انا بصي بقى، انا محدش ابدا يقدر ينافسني، لان انا ابدا يعني محدش يقدر يقلدني. يعني حضرتك متاكده ان مفيش اي منافسه بين اي زميل او زميله؟ لا لا ابدا، مفيش اي حد يقدر ينافسني، لان انا ليا سكه لوحدي وليا البصمه بتاعتي وليا يعني اسلوبي كده في في في, في الافلام بتاعتي، فمحدش ابدا، كل واحد يعني له سكته. طب حضرتك ممكن تعرفينا يعني ايه علاقتك بالفنانه انعام شاهين؟ مين؟ قلت مين؟ الفنانه انعام شاهين. ما بطيقهاش، ما بتنزلش من الزور. لا يعني بصي انا هقول لك على حاجه، يعني هو كل انسان له مميزاته وله عيوبه، وبعدين هي ستايل وانا ستايل. اكيد حضرتك ستايل تاني خالص. اشكرك يا اندي. وعايزه اقول لحضرتك بقى، يعني حضرتك احسن حد كنت بتحبي تشتغلي معاه مين؟ لا في ناس كتيرة جدا، من ناس ممثلين كبار وزمايل وطول عمرهم يعني بينتقدوني بصدق ويشجعوني بموضوعي على طول. حضرتك بتخافي من بكره يا مدام فاديه؟ لا بصي انا بخاف الحقيقه من بعد بكره، انما بكره لا ما اكيد كلنا بنخاف من بعد بكره. حضرتك اتظلمتي؟ ده انا ياما دقت على راس البول، انا اتظلمت وظلمت وضحك عليا وضحكت على غيري. فكرة عبد الله، عبد الله حاجة تانية. عبد الله، عبد الله خلاص اهدي 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 حضرتك، انا مش عايزين نتعبك، وعايزه حضرتك تكلميني بقى يعني عن عمليات التجميل مكانها فين في حياتك. لا بصي انا عمليات التجميل دي يعني ملهاش اي مكان في حياتي، لان انا كان زمان كانت مناخيري يعني عامله كده فيها حاجه كده، وبعدين رحت عند الدكتور قلت له لا بص انا عايزه دي تبقى كده اهو تعملها لي كده. فطبعا رحت قال لي انت عايزه الشكل ده وريهولي الاول، وبعدين قال لي بصي انت لما هتعملي دي كده وتجيبي دي كده فوق انت شخصيتك يعني في مناخيرك، فمفيش داعي ان انت تعمليها كده. وفعلا بعدها بفتره يعني ما اقتنعت بالموضوع وقلت يعني كويس، كان ممكن ياخد مني فلوس ويسيبني قاعده من غير فلوس، وكمان العمليه بوظ يعني لا اكيد اكيد. فكان يعني قال لي انت زي كيلو بتر، زي ما قلت شخصيتك في مناخيرك. I think no way. القعده مع فنانتنا الجميله بجد يا جماعه قعده ممتعه جدا وخلصت بسرعه، وانا كان نفسي بجد ان انا اقعد معاكي اكتر من كده. اشكرك يا انجي، بس وقتنا انتهى، وانا في نهايه فقراتنا في فقره يعني احنا مسمينها فقره. فقره ايه تقصد ايه؟ يعني ما اقصدش اي حاجه خالص، انا اقصد حضرتك. لا اذا كان كده معلش. حضرتك فقرتنا في البرنامج اسمها يا محيرني. ايه ده برنامج تاني؟ لا برنامج تاني يا خبر، ده احنا تصوير. لا لا حضرتك ايه دي بقى؟ احنا في برنامج واحد، هو نفس البرنامج، وفقرتنا اسمها يا محيرني، وهسال حضرتك سؤال اول. هقول لحضرتك لو اتعرض عليكي ان انت تلعبي دور في فيلم كله شباب، اوكي؟ هتوافقي حضرتك؟ هتقبلي؟ ليه لا؟ لا بصي بالنسبه للسؤال ده الثلاثه مع بعض، لان انا يعني بحب الشباب الجديد اللي لسه طالع وعنده طاقه ويقدر يدي، فليه لا؟ وانا كل الوجوه الجديده طلعت، انا اول واحده يعني جبت معايا وجوه جديده طلعوا من خلال الاعمال والادوار بتاعتي اللي كنت بقدمها. طب حضرتك السؤال التاني بيقول لو في عمل هتعمليه واسمك مش هيكون موجود على القميص. لا بقى اسمي ما بقاش على القميص ازاي؟ لا حضرتك ده سؤال. بحسب رد حضرتك هيكون ازاي؟ مفيش مانع، انا مش لاقيه. لا بصي بقى بالنسبه للسؤال ده انا هقول لك بقى على حاجه مختلفه جدا، ما تزعليش مني يعني. برضو الثلاثه مع بعض، لان انا يعني ازاي انا بقى في الفيلم وانا يعني ما بعد التاريخ الطويل والصراع الرهيب ومشواري الفني وكل الاعمال وكل الادوار اللي انا بعملها، ازاي ان انا اسمي كتير؟ السؤال الاخير هسالهولك،
عايزة أسأل حضرتك إيه رأيك في الممثلين اللي بيقلدوا أدوار ممثلين تانيين؟ لا بصي أنا ما بحبش اللي لازم يبقى الواحد له بصمة خاصة وله يعني سكته، وإزاي إن هو يقدر ينوع في الأدوار، ينوع على طول، وبعدين يعمل حاجات جديدة مختلفة. أنت عارفة لما بيجيلي سكريبت ببقى اشوف حاجه انا عملتها قبل كده. طب موجه التقليد اللي طالعه اليومين دول؟ لا بصي، بالنسبه لموجه التقليد انا ما محدش يقدر يقلدني ابدا، بس بصراحه شفتهم وهم بيقلدوكي ايه بتوع التوك شو، ما اقولكيش. يعني ولا لما بيجيبوا بقى عارفه الهمل والهطل بتاعك وانت يا جماعه مش ممكن، عارفين كيلو ايه؟ لا فعلا حاجه جميله جدا، وازاي ان انت نكمه ومشهوره وازاي ان هم بيقلدوكي ومش عارفين، فقد كده الموضوع بيبقى حاجه حلوه قوي. بس يعني هم ما قلدوكيش يا حضرتك؟ يعني لا حضرتك بقى، ده انا ما حدش يعرف يقلدني ابدا. يا حضرتك بجد بصمة في علامة السينما العصرية. أشكرك يا إنتي، وبجد أنا كنت مستمتعة جدا، وكل مشاهدينا اللي بيشوفونا في البيت وفي الاستوديو معانا في برنامج يوم صبرني كانوا مستمتع جدا مع حضرتك. كنا نتمنى الوقت يطول أكتر من كده عشان نستمتع أكتر بيكي، بس للأسف برنامجنا انتهى. ونحية يا جماعة سقفة كبيرة جدا، وتحية كبيرة جدا لفنانتنا الجميلة فادية الجندي. أشكركم.